بحضور وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي وعدد 1000 طالب من جميع أنحاء محافظات الجمهورية، افتتح ملتقى تصدوا معنا من شباب المحافظات، ويأتي هذا الملتقى في إطار البرنامج القومي لمواجهة الشائعات، وذلك يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. دي واحدة من مبادرات وزارة الشباب والرياضة، عندنا مبادرات كتير، كيانات كتير، رؤية كبيرة جدا الحقيقة، شباب الجمهورية الجديدة. تصدوا معنا هي أحد مبادرات اللي ابتدعها ويعني ابتكرها مجموعة من الشباب حرصا على وطنهم وبلدهم. شايفين ان في سوشيال ميديا وفي شائعات وفي معلومات، في حاجات قد تكون صحيحة يراد الرد عليها مظبوط، وفي حاجات مش مظبوطة أيضا بيتم تحليلها والرد عليها، أو إبراز دور الدولة بشكل كبير جدا، استخدام الوسائل التكنولوجية. دي كلها حاجات الحقيقة هذه المبادرة اللي أنا فخور بها جدا كأحد مبادرات وزارة الشباب والرياضة. إحنا الحقيقة معانا مجموعة من الشباب المرحلة الأولى، لأن وحدة تصدوا معنا قايمة على مرحلتين. أول مرحلة هم عبارة عن 11 محافظة، المرحلة الثانية إن شاء الله 16 محافظة أخرى. دورنا إن إحنا بنقدم ورش تدريبية لمجموعة الشباب خاصة بالأمن القومي، اللي بيقدمها مجموعة من خريجي الأكاديمية ناصر العسكرية والحاصلين على مجموعة دورات في الأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي. أقيم الملتقى بالمدينة الشبابية بأبو قير بالأسكندرية، ويهدف البرنامج إلى تدريب مجموعة مختارة من الشباب وحشد جهودهم للحفاظ على الدولة المصرية في مواجهة الشائعات، ويهدف أيضا إلى العمل على بناء فكر الإنسان المصري لفهم الحقائق وإدراك سبل مواجهة الشائعات بالعلم والتدريب التي يوفرها البرنامج من خلال برنامج إعداد للمدربين، ودعوتهم إلى دعم الدولة المصرية في مواجهة الشائعات والتي تمضي قدما في تحقيق أهداف مصر والحفاظ على أمنها القومي. اليوم النهاردة الملتقى القومي اللي تصدوا معنا البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، وده طبعا برنامج عالي ما شاء الله، لأن هو أساسا على مستوى الجمهورية بيتم عمل دورات بقالها كام سنة، بحيث إن احنا نعمل حمل حالة وعي لدى الشعب وخاصة الشباب. البرنامج كله عبارة عن ان احنا عاملين حملة شبابية، بما ان اصلا معظم الناس اللي على السوشيال ميديا هم شباب، فاحنا عاملين حملة شبابية لان الشباب ان هم يتصدوا للحاجات دي. طبعا اليوم كان مهم جدا لتصدي الشائعات، دي مشكلة بتواجه اللي هو يعني الجمهورية كلها، بسبب برضو عدد الشائعات اللي بتطلع بتكون ما بتكونش احسن حاجة، بتكون برضو من ازمات اللي بتواجه البلد اليومين دول، تمام، غير المشاكل اللي احنا بنشوفها، لكن دي حاجات ممكن ما تكونش باينه قوي، بس الشائعات طبعا دي حاجه خطيره جدا، والحمد لله الحمله دي ساعدتنا اللي احنا نواجه المشكله زي دي. يعني والله هو النهارده اليوم يعني واضح ان هو مهم جدا، لان في كذا حد او في كذا محافظه موجودين معانا من مختلف المحافظات، شرقيه، غربيه، مطروح، فهم جايين يحضروا معانا الايفنت وان شاء الله يستفادوا من كده ويواجهوا الشائعات اللي بتحصل عندنا في المحافظات وهكذا. يعني العرض اللي اتعرض كان مفيد جدا، ان احنا ازاي نتصدى الشائعات اللي هي بتواجهنا في زر السوشيال ميديا وكل حاجه زي دي بنتعرض لها مجرد ما بنمسك التليفون بارادتنا او من غير ارادتنا، فعلى ما اظن ان الحاجات زي دي بتفيد الشباب جدا، وبجد كلمه الوزير كانت مفيده جدا للشباب. النهارده الملتقى مهم جدا، بحيث ان هو بيتكلم مع الشباب عن تصدوا معنا وازاي يردوا عن الشائعات وازاي يتكلموا مع الناس وازاي يواجهوا الشائعات دي، لان هي لها اضرار كبيره جدا سلبيه على الشباب. ما نسمعش لاي حد ولا سوشيال ميديا، ولا نبتدي ان احنا نروج ونشير الافكار الا لما نكون متاكدين من صحتها، ولازم نتاكد من مصادر موثوقه عشان ما نوصلش في الاخر ان احنا بنتناقل افكار غير صحيحه. جايه اكون مستمعه للندوه، جايه اعمل لها جزء من تغطيه اعلاميه، جايه استفيد من الحاجات اللي بتقدمها الدوله لينا، وطبعا متشكره جدا لدعم وزاره الشباب والرياضه للشباب.